إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فنستأنف كلامنا بحول الله في سرد كتاب إرشاد الفحول للإمام الشوكاني مع ما يسر الله من الشرح على قدر الطاقة. فخلاصة ما سبق بيانه من طبيعة الحكم الشرعي وطبيعة الأحكام قول محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: فكانت الأحكام ثمانية، خمسة تكليفية، أو يمكنك أن تقول على الاستئناف خمسة بالرفع تكليفية وثلاثة وضعية. وتسمية الخمسة تكليفية تغليب، وقد بينا ما في هذا من الكلام والمعنى وما يسر الله من التعليق على قوله تغليب، إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في المندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور. وهذا الكلام بينا أنه ليس على إطلاقه، بل التكليف جامع لكل شيء من ذلك جميعا، وبيناه بدلائله من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا بالاستدلال العقلي التحليلي كما سبق بيانه. وسميت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاءا، يقصد السبب والشرط والمانع. هذه الثلاثة سميت تكليفية لأن الشارع وضعها، أي جعلها علامات وأمارات تدل على وجود الحكم الشرعي أو على انتفائه، وجوده بالنسبة للسبب وانتفائه بالنسبة للمانع، والشرط هو مكمل للوجود. ويتحدث العلماء أيضا عن أحكام وضعية أخرى هي الرخصة والعزيمة. الرخصة والعزيمة عند بعضهم ضرب من الأحكام الوضعية، وأيضا عن معنى الصحة والبطلان، فلذلك يعني قوم آخرون يجعلون هذا من الأحكام الوضعية أيضا، وهذا سيكون له بيان. لكن قبل أن ندخل في الحكم الوضعي، محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يزيد توضيحا بالنسبة لتعريف الأحكام التكليفية كلا على حدة. سنقف على هذه التعريفات بحول الله جل وعلا قبل أن ندخل باب الحكم الوضعي. قال: الأحكام التكليفية فالواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، فلا يرد النقض بالواجب المخير وبالواجب على الكفاية، فإنه لا يذم في الأول إلا إذا تركه مع الآخر، ولا يذم في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره. وينقسم إلى معينين ومخيرين ومضيقين وموسع وعلى الأعيان وعلى الكفاية، ويرادفه الفرض عند الجمهور. وقيل الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا، والأول أولى. والمحظور، نتم التعريفات، والمحظور ما يذم فاعله ويمدح تاركه، ويقال له المحرم والمعصية والذنب والمزجور عنه والمتوعد عليه والقبيح. والمندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، وقيل هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع، ويقال له مرغب فيه ومستحب ونفل وتطوع وإحسان وسنة. وقيل إنه لا يقال له سنة إلا إذا داوم عليه الشارع كالوتر ورواتب الفرائض. والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: على ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله، وعلى ترك الأولى كترك صلاة الضحى، وعلى المحظور المتقدم. والمباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه، والمعنى أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله وتركه، وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه محظورا، كما يقال دم المرتد مباح أي لا ضرر على من أراقه، ويقال للمباح الحلال والجائز والمطلق. إذن
هذه خلاصة التعريفات التي أوردها الإمام محمد بن علي الشوكاني في إرشاد الفحول، وبعد ذلك تطرق مباشرة إلى الأحكام الوضعية. فبحول الله نقف وقفات على بعض القضايا، ونبتدئ بتعريفه للواجب. فقال: الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه. وقبل أن نفصل في هذا المعنى والتفصيلات التي وردت، فلا يريد النقد على النقد بالواجب المخير والواجب على الكفاية إلى غير ذلك من الأمور، وقبل أن نفصل أيضا في التقسيمات التي هي داخل الواجب مما يسمى بالواجب على الأعيان وعلى الكفاية والموسع والمضيق أو ما يسمى عند الأحناف بالمعيار، نقف قبل ذلك عند أصل الوجوب. يعني ما معنى الوجوب؟ أصل الوجوب، وهذا الأمر مهم جدا لأن له أثرا في الخلاف الذي ذكر بعده، بحيث إن تسمية الوجوب وجوبا قد حدث فيه نوع من الخلاف بين العلماء، ففرق بعضهم بين الفرض والواجب، وقال بأن الجمهور على أن المعنيين مترادفان لا فرق بين الفرض والواجب، وفرق الأحناف يعني هم الذين فرقوا بين الفرض والواجب، كما فرقوا بين الحرام وبين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه، فجعلوا ذلك أقساما، فصارت الأحكام عندهم يعني أكثر عدا من الأحكام عند الجمهور التي تقف عند الخمسة، فكانت الأحكام عند الأحناف سبعة وليست خمسة. فالتعريف الحنفي ها هنا الذي ورد بأنه إنما هو أي الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الظن وأن الواجب إنما هو ما ثبت بدليل ظني، هكذا يعرف يفرقون بين الفرض والواجب، فيقول الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، والحرام عندهم كذلك، الحرام ما ثبت تحريمه بدليل قطعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما يعني إذا لم يثبت بدليل قطعي وكان حتما سموه مكروها كراهة التحريم، إذا كان فيه يعني إلزام بالترك، فإن لم يكن فيه إلزام بالترك سمي مكروها كراهة تنزيه. هذا المعنى في حقيقة الأمر أصيل في الشريعة، ولا عبرة لنا بكون الأمر حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو كذا، هذه أصول الشريعة، والعلماء المدققون من المذهب المالكي أخذوا بهذا المعنى وإن لم يجعلوا له اصطلاحا، صحيح أنه حينما ترجع إلى كتب أصول الفقه عند المالكية وعند الشافعية والحنابلة تجد الفرض عندهم هو الواجب والواجب هو الفرض، لكن من ناحية العملية يفرقون عند التفصيل، أي في التفصيل في القضايا والأحكام يميزون كما ميزوا في المباح، تحدثنا عن الإباحة بمعنى أن يعني مستوى طرفاه تاركه وفعله وفاعله سواء، لكن علماءنا في المذهب فرقوا في ذلك تفريقا، وقد أشرنا إلى بعضهم كأبي عبد الله أحمد بن أحمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وكذلك أبو إسحاق الشاطبي وقبله الإمام القرافي، كثير من فرق في الإباحة وقال هي مراتب، سموه مراتب، وكل ذلك سموه مباحا لا مشاحة في الاصطلاح، ما كاينش المشكل يعني في المصطلح نسميوها يعني مباح على التخيير أو مباح مسكوت عنه كما فصلنا في ذلك بعض التفصيل، وسيأتي إن شاء الله في باب آخر حينما نتحدث عن مقاصد الشريعة بحول الله جل وعلا. كذلك هنا يعني القضية هل نسميه فرضا أم نسميه واجبا، سواء كان هذا أو ذاك، لنفرض أننا سميناه فرضا وقلنا الفرض والواجب واحد وفصلنا في مراتبه، مدام أنه واحد قلنا ولكن هو درجات شيء واحد، فآل الأمر إلى قول الأحناف في نهاية المطاف، حقيقة بكل صراحة الأحناف في هذه المسألة أدق، وكان أوجب أن نفرق حتى في الاصطلاح حتى يتميز الأمر، ولكن كيف ولماذا؟ علاش؟ حقيقة
الواجب ليس رتبة واحدة والحرام كذلك. على ما عندنا شيء في الدين أركان الإسلام وعندنا الواجبات، فليس كل واجب ركنا. على الواجبات غير خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. هذاك الأركان بني الإسلام على 50 في الحديث المتواتر. فإذن هي أركان وهي واجبات أيضا، وعندنا واجبات أخرى شتى من غير هذه الأركان مما يجب على المسلم كثير من الأمور، كوجوب الجهاد حينما يجب وقد يتعين في بعض الظروف، والواجب الكفائي لا حصر له، الواجب الكفائي لا حصر له وهو واجب. فكثير من الأمور واجبات لا تنحصر، وجود الواجبات كثيرة ولكنها ليست ركنا، مما دل على أن هنالك الواجب هو الأوجب اللي يعني واجب أكثر منه، هنالك الواجب والأوجب. فسمته الأحناف فرضا، يعني هذاك الأوجب سماه الأحناف فرضا والواجب سموه واجبا لا أقل ولا أكثر. فالقضية اصطلاح في نهاية المطاف ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، ثم الأهم من هذا وذاك، هنالك شيء لاحظه علماء المالكية ويؤكد هذا المذهب وهذا المعنى وهو أصيل الشريعة. لما قالت الأحناف ما ثبت بدليل قطعي، ما الدليل القطعي؟ القرآن أساسا، لأن السنة غالبا ما يلحقها الظن. لما؟ طبعا لأنها لا تثبت من حيث الثبوت على القطعي إلا على الندر الشديد، يعني ما يسمى بالحديث المتواتر قليل يعد على رؤوس الأصابع إلا إذا أدخلنا المتواتر بالمعنى وتلك قصة أخرى. أما المتواتر اللفظي في الحديث فهو من الندر بمكان. فإذا أن يثبت حكم شرعي بالدليل القطعي بالسنة قليل. فالمعول عليه إذن في الثبوت القطعي للأحكام إنما هو القرآن، والواجبات التي وجبت بغير القرآن وجبت بدليل ظني، إما ثبوتا وإما دلالة وإما هما معا، وذلك هو مجمل السنة. وهي واجبات، حينما تكون واجبات واجبات لا خلاف في وجوبها. هذا الأمر مهم جدا، مهم جدا، لأنه يربي في طالب العلم ملكة الفهم، ملكة الفهم لكتاب الله وسنة رسول الله على أي شيء، على ترتيب نظام الأولويات في فهم الشريعة وفي تطبيقها وفي الدعوة إليها. مهم جدا في فهم كيفاش تفهم الدين. ما خصك شيء تفهم بأن الرأس هو الرجلين والرجلين هما الرأس، إذا وقع هذا فهذا فساد في الفهم وعند كثير من الناس مع الأسف الشديد. وبهذا النظام الذي يقدمه العلماء لسياق الشريعة على المستوى الأصولي هو من دقة بمكان، وسأبينه بحول على قدر الطاقة والاستطاعة. إذا الفهم هذا يعني فهم الشريعة، فهم الشريعة مرتبط بهذا الترتيب هذا. وكثير من المشكلات في فهم أمور السنة وفهم أحكام الشريعة مما فيه مشكلات لدى الناس أو بعض الناس يرجع إلى عدم التأصيل العلمي لأحكام الشريعة على قواعد أصول الفقه، مما سأبين بحول الله. إذن يرتب الفهم ويرتب التطبيق، لما تبغي تطبق كتطبق الأولى في الأولى، لا ينقلب عندك النظام. أولا فهمت غير تصور بفهمة، فهمت جيدا، لأن إذا فهمت شيئا على عكس قصده وعلى غير موقعه ماشي غادي تفهمه بدرا ماشي شرع، لا هو شرع، ولكن أنت تضخمه يعني أكثر مما من الحجم الذي أعطاه له الشرع بسبب عدم فهم هذه القاعدة التي نتحدث عنها في تعريف الأحكام وتمييز مراتب الوجوب. يعني حاجة اللي هي خاصها تكون يعني الموقع ديالها ما هي شيء في القلب، هي مثلا يعني في الركبة أو دن وانت تحط لها القلب، هذا تشويه الشريعة. صحيح راه يعني الكلام يعني بعض الشباب يقول لك ما كاينش الجزئيات في الدين، لا هذا راه غلط في الفهم. الجزئية لها قيمتها التشريعية. لما تسمعوا من يعني خليكم من بعض الناس اللي يعني الذين لا علم لهم كيقول لك هذه غير جزئيات، هذا ما كيتكلمش بالعلم، هذا كيتكلم بالهوى، هذا كاع ما تناقش وما ترد، ما تضيعش مع الوقت.
ولكن كون الجزئيات في الدين كاينه كاينه، انما ماشي معناتها جزئيه معنى انها ليست مهمه، كلا بل مهمه، ولكن يجب ان تضعها حيث وضعها الشارع. ما تقبضش الودن وديرها براس القلب، ما تخدمش. ولكن واحد ما عنده ودن مشكل، ها هي جزئيه، ولكن اذا نقصت الجسم ناقص مشكل، ما عندوش الودن، راه مشات له السمع ما عندوش، او جزء من السمع الخدمه ديما ديالو ناقصه، وكي مشى له القلب مات. اذا الفرق كبير، ففرق في موقع الشيء من حيث وظيفته، فكذلك الشريعه. الشريعه نظام، كل حكم عنده الموضع ديالو. فالجزئيات بها يكون الكل، الا قرطنا بنادم وحليناه طرف طرف انتهى امره. فيعني انما يكون الكلي بجزئياته، يعني لا يتصور الجسم البشري، لا يتصور الا بالاذن والاصبع والاطراف والقلب والكبد وكل هذه الاشياء، كل شيء في ذاته، كل حاجه لعزتها بوحدها جزئيه، ولكن كل ذلك يكون الكلي. ولكن في اطار الكلي هذه المكونات تختلف مراتبها، يجب ان نتفق على هذا، لان هذه طبيعه الشريعه الاسلاميه، طبيعه الكون كما خلقه الله في الطبيعه والافلاك والانسان. فلا يجادلن احد سينقضي اشياء ردا على بعض اهل الاهواء، ماشي غير لانه واحد من اهل الاهواء او ممن لا علم لهم، ما مسوقش الخبر كاع للشريعه، قال كلام وكلام باطل، فلترد عنه انت تنكر اصلا مسالتي، لا ما يمكنش. ما نقبلوش غلو بغلو مضاد، جهلا او هوى، لا، لابد وان يكون كل ذلك مبني عن العلم. فلهذا اذا نرجع الى ما كنا نتحدث عنه بعد تقرير هذا الامر، غير من حيث الشرح غير المعنى، قلنا اذا يعني يرتب الفهم ويرتب التطبيق ويرتب الدعوه الى الدين، الدعوه الى الدين، انه اذا كنت ادعو الى الله والى رسوله عليه الصلاه والسلام وابين الشريعه للناس، فمن الغلط ان نبقى نبين لهم الودنين ونخليهم في الودنين، لا، بين القلب اولا، يعني قلب الشيء اساس الجوهر. ولذلك كانت الدعوة إلى التوحيد أساس الدين، ثم لحقتها بعد ذلك الأحكام، والأحكام أيضا في لحوقها بالتوحيد مراتب، وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا الأحكام التكليفية لم تكن يعني ترفا في بيانها عند العلماء في كتب علم أصول الفقه، بل لحكم فقهية تكون الفقيه وتدرب طالب العلم. اما تاخذ علم اصول الفقه وتقراه تسرده هكذا كما تسرد قصه او روايه فلن تستفيد ابدا. اصول الفقه هو ادوات لتنظيم فهم الشريعه وترتيب قواعد تطبيقها والدعوه اليها وتربيه الناس عليها. هذه الوظيفه ديالو تاريخيا هكذا كان، ومذ كتب الرساله الامام محمد بن ادريس الشافعي، انما كتبها لهذا الغرض، من اللي لقى الفوضى دخلت الافهام، حرب نقص العقول تنظموا ديال المسلمين، فكتب الرسالة ينظم العقل الإسلامي المجتهد، العقل الإسلامي ولكن صاحب الاختصاص الاجتهادي. فنعود إذن إلى تقرير المسألة من ناحية الشرعية مدى بيانها هكذا على العموم. تجدون شيئا أن بعض الأحكام شرعت بالكتاب وكرر أو أكد تشريعها بالسنة ثم فصلت في السنة، ها واحد، يعني بعض الأحكام كاين الحكم ديالها في الكتاب الأصل المبدأ كإقام الصلاة بحال الأركان كلها وغير الأركان، لكن الأركان يعني قطعنا جميع الأركان ديال الإسلام، لا العقدية ولا التشريعية العملية، ونبقاو في التشريعية لأن علم أصول الفقه إنما هو مخصص بالأحكام التشريعية، فإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت وما تعلق بهذا وذاك، مبدأ التشريع، أصل الوجوب، كل ذلك في كتاب الله، واضح جدا. أقيموا الصلاة في غير ما موطن، إيتاء الزكاة في غير ما موطن، وآتوا الزكاة، يعني صوموا رمضان تعلمون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الحج يا أيها الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإلى آخره، وكثير أيضا في سورة البقرة موجود. إذا الأحكام، الأصول الأحكام العملية موجودة في الكتاب، وأيضا السنة كاين تكليف بذلك وارد في السنة، أمر بمثل هذه الأشياء كلها في السنة.
وزادت السنة على الكتاب أن فصلت الهيئات والكيفيات، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم إلى آخره، وبينا يعني أحكام رمضان ومقادير الزكوات والأصناف والأنصباء إلى غير ذلك. هذا نوع. نوع آخر من التشريع مبدأه الأصل يعني الإيجاب الأول أو التحريم، ما كاين شيء في الكتاب، كاين غير في السنة. فأصل تشريعي في السنة وتفصيله في السنة أيضا، وهذا شيء آخر. ثم تجد رتبة ثالثة، بقين في هذا الأمر يتعلق بالنصوص، تشريع ما موجود في الكتاب يعني من حيث يعني الإشارة النصية، كاين المعنى العام. أنا دابا نعطي أمثلة بمثال يتضح المقال. وأيضا السنة ما تلقاش التشريع ديالو، لا تجده يعني بنصه، ولكن المعنى العام. من الأمر بالخير، الأمر بالمعروف، الأمر بالعدل، الأمر بالإحسان، الأمر بإيتاء ذي القربى، عام عام. ولكن قد يتعين عليك الإنفاق على قريب معين أو على جار، قد يتعين، فتنزيل هذا في الواقع لا تجده لا في الكتاب ولا في السنة على التنصيص، وإنما مرجعه إلى الاجتهاد. هذه رتبة أخرى. يعني تشريعات كثيرة لا تجد نص عليها، أقول نص عليها بذاتها، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وكتلقى مبادئ عامة قد تجدها في الكتاب أو في السنة، لكن تحقيق أمرها بنصها وعينها وفصها ترك لاجتهاد العلماء. وهذه مرتبة ثالثة من التشريع. عندنا في الحقيقة ثلاثة المراتب. ما شرع بالكتاب والسنة، لأنه ما يمكنش تلقى واحد في الكتاب وما تلقاش في السنة، لا موجود ديما. ما شرع بالكتاب على التواتر وعلى الاستقراء التام، ما شرع بالكتاب شرع بالسنة أيضا، وتجد في السنة تفصيلا. تجد شيئا شرع بالسنة ولم يشرع بالكتاب وتفصيله في السنة، يعني حقيقة يمكنك أن تدخله في مبادئ عامة من الكتاب. يعني مثلا يعني في يعني تحريم كثير من الأمور مما حرم بالسنة لم يحرم بالكتاب، كتحريم ذوات المخالب من الطير وذوات الأنياب من السباع وذوات السموم وما شابه ذلك، والجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، كل ذلك إنما فصل في السنة، ويعني نصيب الجدات في الميراث مما لم يذكر تفصيله في الكتاب ولا مبدأه، يعني حتى النص عليه بالمبدأ يجب كذا أو يحرم كذا ليس في الكتاب إنما في السنة. فالتشريعات استقلت السنة بها، استقلت بها تشريعات، اشتركت السنة مع الكتاب مشاركين فيها، وتشريعات استقلت السنة بها، وتشريعات استقل الاجتهاد بها. قلنا إذن ثلاثة مراتب. ما الحكمة في ذلك؟ علاش هادشي؟ ما الحكمة في ذلك؟ هذا هو الفكر الذي نجده هنا في هذا التفصيل، هذه الإشارة اللطيفة التي عند الأحناف في التمييز بين الفرض والواجب. عبرهما بهذا التمييز، وعبر الجمهور بطريقة أخرى. أشياء طريقة الجمهور قالوا في الوجوب أو قالوا الوجوب مراتب، وهو في نهاية المطاف. قلت ما الحكمة؟ الحكمة ترجع أساسا إلى ضربين من الرتبة التشريعية والقيمة التشريعية للشيء وخطر الأمر وعظمه في الشريعة جلبا ودرءا. نشرح هذا الشيء على قدر الطاقة إن شاء الله، بمعنى أنه يعني لما تكون شيء حاجة عظيمة وأساسية وتركها أمر خطير في الدين تجدها مشروعة بالقرآن بالكتاب مباشرة. ما معنى مشروع بالقرآن؟ أي أن رب العالمين سبحانه من فوق سبع سماوات يفرض ذلك فرضا أو يحرمه تحريما، وما شرعه رسول الله كما شرع أو كالذي شرعه الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، ولكن مع ذلك يأبى الله
لحكمة ما يعلم سبحانه من حكمته أن يباشر أمورا بالتشريع بنص الكتاب لما يعلم من الغيب سبحانه وتعالى مما سيكون أو مما هو كائن من أمر ذلك المشرع أو مما قد يقع من الفتن في مستقبل الزمان. وسنضرب لهذا وذاك أمثلة بحول الله. فالأمر إذا تولى الحق جل وعلا تشريعه بكلامه وبكتابه وبقرآنه فراه الأمر خطير وكبير. صحيح من خالف السنة موسي تفقين ما كاينش الخلاف هذا، من خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مسيء مسيء مسيء، ولكن من خالف القرآن أكبر. إلا قدت بناتهم إذن ترى عندك مشكل في الفهم ديالي. نعم قدت، لا يكون مخالفة الكتاب كمخالفة السنة، كلاهما سيء، مخالفة مخالفة، ولكن أخطر. واحد خالف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي بحال واحد خالف رب العالمين مباشرة. ونعلم مقطعا أن رسول الله لا يشرع إلا بإذن الله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن التحدي يكون أكبر والمفسدة تكون أعظم حينما تخالفون نص القرآن. ولكن رب العالمين سبحانه لما كيبغي يحمي شي حاجة، حينما يريد أن يحمي حكما تشريعيا حماية مكينة لا يترك تشريعها للسنة. أما غيجيوك الزنادقة في آخر الزمن يقول لك هذا السنة فيها وفيها ظني ما ظني، لا صحيح البخاري كيطعنوا فيه وكيجي واحد يقد يحلف أمه في القرآن، لا يستطيع. فلذلك وظيفة التشريع القرآني توثيق الأحكام الشرعية وحماية لها. فالله سبحانه وتعالى جعل أحكام معينة جعلها محرمة. ما معنى محرمة؟ حد ما ينسى، حتى واحد ما يجي يفهم علينا فيها. ولذلك تجب كل أمور التوحيد شهادة لا إله إلا الله ونعم رسول الله مقررة بالكتاب بدلائل وبآيات قطعية لا تحتمل تأويل. وتجد كذلك وجوب الصلاة واضح جدا، رحمك الله، وجوب الزكاة واضح، بحيث أنه جعل على وجوب الصلاة وعلى وجوب الزكاة السلم والحرب والأمان وغيره، شيء عجيب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية أخرى فإخوانكم في الدين انفهم المخالفة، فإن لم يفعلوا لا هذا ولا ذاك فلا أخوة بينكم وبينهم. فجعل علامة التوبة من الكفر والمحاربة للإسلام سورة التوبة، لأن سورة حربية هي، جعل علامة التوبة من محاربة الإسلام أمرين: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الشريعة القرآنية يعني من أهم خصائصه التي لا تجدها في السنة إلا على سبيل الندور الشديد بيان علل الأحكام ومقاصد الأحكام كاين في الكتاب. يعني الحكم كتلقى مشروع بالكتاب، كتلقى السياق ديالو يبين لك ها علاش الحكمة، الحكمة والمغزى التربوي والتشريعي كل شيء تجده فيه. بينما غالب الأمر السنة أمرها تنزيلي تطبيقي، فقل ما تبين هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أن ذلك مضمون بالقرآن. ما تقرأ القرآن راه فيه كل شيء، ولا تشريع في السنة مستقلا عن القرآن ما يمكنش. وهذا راه غلط أيضا منهجي عدد من الشباب، وحتى عند بعض المدارس من أهل العلم، بعض الاتجاهات من أهل العلم كيمشي يخدم السنة وينسى القرآن. هذا غلط قبيح. كل الذي يأخذ بالقرآن ويترك السنة، المنهج السليم الجمع بينهما. تمشي تأخذ مثلا تأخذ الفقه من أحاديث الأحكام فقط، غلط، غتكبر عقلك ناقص. يعني كنقصد العقل هنا الإسلامي، العقل الديني، ديما كتشوف بعين واحدة. صحيح راه السنة فيها التشريع وفيها التفصيلية متفقين، ولكن نفهم كثير من الأمور من حيث مقاصدها التي تتحكم في بعض التنزيلات لا تجده في السنة، راه في آية الأحكام. وذلك كمال الفهم للشريعة أن تجمع، وقد ذكرنا هذا في غير ما موطن، أن تجمع بين دراسة آيات الأحكام في المسألة اللي بغيت وأحاديث الأحكام. يعني لو بغيت تدقق مثلا في أحكام الصلاة ما تجيبش غير الأحاديث،
جمع من الأوتار أو من سبل السلام أو ما ورد من حديث في الصلاة وراك جمعت الموضوع. إلا ما جبتش الآيات التي وردت في الصلاة فسيبقى فهمك للصلاة ناقصا. فلا بد من جمع بين الأمرين. وقلنا إذن كون الشيء في القرآن معنى أنه مركزي، وهذا معنى الفرض عند الأحناف لا أقل ولا أكثر. فسموا التشريعات القرآنية فرائض، وسموا ما دونها واجبات. واجبات قلت، وهذا المعنى عند الجمهور أيضا لا يخالف فيه مالك وأتباعه والشافعي وأتباعه ولا غيرهم، موجود غيرهم ما عبروش عليه بهذه الطريقة، عبروا بتعبيرات أخرى لا يتعبدوا بلفظها ولكن يتعبدوا بمعنى وحكمية. على كل حال مغرض راه مغرض، ما نضيعوش معه الوقت، هذا زمان آخر ديال الفقه، ما تهادشي الشيء ما نضيعش فيه الوقت، لأنه الآن هنا كنبنيو روسنا، واللي باغي اللي ما باغيش ما مسالينوش دابا بحرا قبل روسنا. المعقول معك بصراحة، أنا ما عنديش الوقت باقي نتجادل مع شي واحد باقي يشكك في تحريم الخمر أو يشكك في السنة. أنا شنو راه يكتبوا داك الشيء؟ أنا بالنسبة لي هذوك اللي كيردوا على الذين يشككوا في السنة كيضيعوا الوقت، والله ما كيضيعوا إلا الوقت، ونعطي عاد خيمة لما نرد عليه أنا. تا ما مساليينش الآن، يعني بناء الذات هو الأول الأول. طيب إذا نرجع إلى ما نحن فيه، فإذا هذه الفرائض التي فرضت بالكتاب لها قيمة تشريعية يعني كبرى، وإذا كان شيء أيضا تواتر في السنة لفظا فيلحق به، ولكن تيكون أي تواتر تشريعه بالسنة، وهذا نادر جدا، لأنك حينما تجده تواتر تشريعه بالسنة تجده مشروعا بالكتاب، تلقى شيء يعني الكتاب فلته، لأنه مادام أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه وعاوده وقالوا هنا وهنا وهنا، فتناثر الحديث به يعني عند عدد كبير من الصحابة. معناه أن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به لا يكون إلا إذا كان القرآن أيضا قد اهتم به من قبله. ولا أعلم شخصيا شيئا ينقض هذه المسألة، نعرف شيئا شي حاجة في التشريع متواترة في السنة وما كاينش في الكتاب، لا أعلم. يعني كل ما تواتر في السنة من أمر التشريع أصوله مقررة في الكتاب، ولذلك يمكنك أن تقول بأن يعني هذا ما يسميه الأحناف بالفرضي كله في الكتاب، ولا تجد له يعني شيئا استقلت، أقول استقلت السنة بتشريعي، كاين السنة ولكن أيضا في الكتاب، أما ما استقلت السنة بتشريعي فلا تجد فيه هذا النوع الذي يتحدث عنه الأحناف أو الذي يتحدث عنه المالكية وغيرهم بمعنى مراتب التشريعي أو مراتب الأحكام. هذه المراتب كاينة في الواجب وكاينة في المندوب وكاينة في المباح وكاينة في المكروه، كلهم فيهم. فكذلك المحرمات نفس الأمر، في الواجبات والمحرمات نفس المنطق، باش ما نعاودوش الكلام مع المحرم نقرر المسألة الآن. كذلك المحرم ما حرم بالكتاب ليس كالذي حرم بالسنة. حرام حرام متفقين مختلفينش فيه، ومن أتى محرما بالسنة وليس محرما بالكتاب فقد أجرم واستحق العقوبة إلا أن يتغمدنا الله برحمته، باش ما نتخلعوش نقولوا ودي إذن راه إلا لحنا السنة راه فلت، لا ما فلت والو. من خالف السنة من أمر فيه نهي حتم فقد أتى محرما، والمحرم تلزمه العقوبة إلا أن يتغمد الله بالعفو وإياه. فإذا ما كاينش إشكال عليه من حيث يعني النتيجة التربوية والتشريعية، ولكن فرق من حيث الجريمة، كاين الكبائر وكاين الصغائر، الجريمة فرق. يعني درهم ربا صحيح راه مصيبة، ولكن ماشي بحال مليار ربا، راه الربا ربا. وقطرة خمرين ليس كليتر خمر، صحيح راه يعني يحد، شتب قطرة واحدة يحد إذا ثبتت عليه أو اعترف بها يتعاقب بها، كما كيتعاقب على يترك يتعاقب على قطرة، ولكن المفسدة الحاصلة من الذي ساكر حتى ثمين يعني حتى ما بقيك عارف والو، فرق كبير بينه وبين الذي لم يفعل ذلك وإنما شرب قليلا. وهذاك اللي يعني من حيث يعني الحرام راه حرام، راه حرام، أتى الحرام وعليه درك الإثم. ولذلك يعني الفساد فساد، إنما هو أيضا يعني مراتب أو دركات بالأحرى، دركات
نزله ماشي بحال نزله اخرى، كتكون وحده فسد من وحده. ولذلك يعني نهايتها ومآلها في الدين وما يترتب على المفاسد تكون يعني متفاوتة، وأيضا العقوبة تكون على قدر الفساد كما أن الأجر يكون على قدر الصلاح. وتجدون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفرائض أولى بالأجر من غيرها، لأن التشريع في مراتب. فالمنطق الشرعي الذي فرق بين الواجب والمندوب وبين المحرم والمكروه هو نفسه الذي فرق في مراتب الوجوب وفي مراتب الندب وفي مراتب الإباحة أيضا كما أشرنا إليه قبل، والتحريم والكراهة إلى آخره. فهذا أمر مهم جدا. فلذلك قلت في الأمثلة تحريم الخنزير ليس كتحريم الكلاب ولا كتحريم السباع عموما ولا كذوات السموم ولا كذوات المخالب من الطير. حتى حينما نقول بتحريم هذه الأشياء على مذهب من يقول بتحريمها، أن هناك من يقول باصطلاح آخر، ومنزل بينا المشكلة ديال المكروه راه مشكل كبير. يعني الدرس الأصولي المتأخر عنده مشكلة في تعريف المكروه. مكروه كيضرب بحال زعما شي حاجة بسيطة، أبدا ما عمره ما كان هكذاك في الشريعة. فسنأتي عليه، لأنني لم أذكر بعض المسائل شحال واحد يعني كيوقع له مشكل في الفهم ديال المكروه. ولكن إن شاء الله ستأتي مرتبته ونبينه. فإذا أقول يعني تحريم الخنزير أو الميتة ماشي هو تحريم السباع أو الذئاب أو كذا. فإذا قلنا بتحريم هذه الأشياء فكيكون يعني المفسدة الحاصلة من ارتكاب المنهي عنه في السباع وذوات السموم وذوات المخالب أقل من المفسدة المرتكبة عند أكل الخنزير أو عند أكل الميتة أو الدم. علاش؟ لأن هذه الأشياء حرمت بنص القرآن، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذا في كتاب الله في غير ما موطن بصياغ مختلفة. بينما ما كاينش في كتاب الله تحريم السبع ولا الكلب أو الديب أو ما موجود السنة، ولا الغراب ولا الحدأ ولا النسر أو الحياء، وكل ذلك منهي عنه في صحيح السنة لكن لم يرد في الكتاب. فإذا معنى أنه لم يرد في الكتاب واش ربيت على سبحانه ما كان صيقلوا الخبر على خلال السنة ما حرموش بالكتاب إلا كانوا مقدين. الشيء يوقع إذا كان إنما حرم عليكم الميتة والسبع قبل الخنزير أو بعده أو أبنية المطر، لكن الله تعالى أغفاله قصدا. الإرادة التشريعية الربانية لم تتعلق بتشريعه نصا قرآنيا يتلى، فإنما تعلقت بتشريعه سنة تتبع باش كيكون هذا ماشي هو اللي واكل الخنزير ماشي واكل ديب مختلفين. هذاك يعني أخطأ وهذاك أخطأ، ولكن هذاك خطأ كبير. يعني هذا خالف المحرم الكبير، بينما هذاك محرم حتى هو إنما أقل منه وأصغر منه. فنظام الواجبات ونظام المحرمات لا بد أن ننتبه إلى أن فيه هذا الأمر، فهو يرتب الفهم ويرتب التطبيق الفردي وأيضا الدعوة إلى الشريعة. منين كنا نتكلموا عن الشريعة غلط أنا نمشي نوض معارك على الدياب والبلاد. مثلا نفرضوا في واحد البلاد كياكلوا الدياب وكياكلوا الخنزير، ما نديهاش في الدياب، المشكله مع الخنزير هو الاول. وراه هذا الشيء واقع عندنا حنا بشكل اخر، عدد ديال الشباب مشهورين غير بالدياب. يا ودي راه كاين ما هو اكبر، راه الترتيب التشريعي كيعطيك النظام كيفاش تفهم الشريعه. كل شيء ما مزيانش متفقين، ولكن راه ماشي ديك الخدمه. ولهذا تقرير ما يسميه العلماء بالبدع، هاد الأمور ديال البدع في الدين راه مبنية على هذا المنطق التشريعي الأصيل في كتاب الله وسنة رسول الله. تعرف كيفاش تتعامل دعوة مع أحكام الشريعة. الله أكبر. قلت إذن هذا الترتيب التشريعي في تعريف الأحكام التكليفية عند الأصوليين لم يكن عبثا،
انه بعض الاحيان الانسان كيقرا الدرس الاصولي ويقرا كيلقى يعني نظريات وكذا الى اخره، ولكن اذا لم يكن متمكنا من الصناعه من حيث مآلاتها التطبيقيه فعلا سيقع له اشكال. ولهذا مع الاسف بكل صراحه كنجدوا بعض هذا العلم يهاجمون علمه وصلفه، يقول لك غير خضره فوق الطعام وزايد وكذا الى اخره. هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. فيه حق من ناحيه ان علم اصول الفقه ادخل فيه ما ليس منه، دخل فيه المنطق وعد عدد الاشياء النظريه ما عندها المصلح، يجب تجريد علم اصول الفقه منها. ولذلك اضربت عن المقدمه التي تتعلق بتعريف علم اصول الفقه، وتكلمنا على التعريف بشكل مختصر بشكل عملي، التعريفات المنطقيه حيدناها من الطريق لان كتضيع الوقت بلا فائده. كان واحد العالم من علماء القرويين الحاج عبد الله الداودي رحمه الله عليه، كان يدرسنا هذه الماده النيه ديال علم اصول الفقه، ماشي عبد الكريم الداودي الله يرحمه، عبد الكريم الداودي كان يدرس الفقه، وعبد الله الداودي ولد عمه كان مكين في اصول الفقه، كان يكره المنطق، ماشي كيكره على يعني تورعا كما كان يصنع بعض السلف الصالح، يعني انه يعني من علم اليونان وكذا والمسلم ما يشتغل فيه، ماشي هذا المنطق. كيقول لك هذا ديال يعني الناس السداج هو اللي يمشي يدير فيه راسه، كان يعبر بواحد التعبير يعني الناس اللي بولادة اللي بريد هو اللي يمشي يتعلم المنطق. وكان كيضربنا واحد المثال بالدارجه المغربي، كيقولنا المنطق هو قول لي شنو في قبي نعطيك منه عنقود، ايوا من بعد صافي، يعني المقدمه ديالو كتعطيك النتيجه، هذا المقصود يعني. ولكنه مع ذلك هذا عاود مبالغه، تعلمه الان صار لابد منه، هذا المشكل، تعلمه ضروري. علاش؟ لان كثير من الدروس الشرعيه تصبغت به قرون، ما عندك ما تدير، لا حل الا ان يتعلمه المسلم اليوم، يعني على الاقل حيث المصطلح، كتب الفقه، كتب التفسير، كتب العقائد، كثير جدا من الكتب، الا ما عندك مصطلح المنطقي ما تفهموش. العدد الاشياء، هذا الاشياء في كتب يعني اذا ما كتعرفش المصطلح المنطقي واحد العدد الاشياء ما تفهمهاش. فتعلم ذلك لا يعني توظيفه، تعلم باش تفهم التراث، وبعد ذلك تجي واحد المرحله ديال تنظيف التراث من هذه الاصطلاحات ومن هذه المقدمات التي لا قيمه لها، ولكن يستفيد الانسان من المنهج المنطقي في تطوير منهج الحجاج. وقد صنع العلماء ذلك منذ القديم، زمان الباجي العالم الاندلسي صاحب الحجاج وصاحب المناظره المشهوره استفاد من المنطق كثيرا وذم المنطق وجمع المنطق واستفاد منه. كذلك الامام الشاطبي بعده ابن تيميه ايضا استفاد من المنطق. لا يمكنك ان تفهم الفتاوى ابن تيميه اذا لم تكن دارسا للمنطق، هذا الفهم الحقيقي. شو عمر درك يقرا كيتعب له فهم، فهم الظاهر ديال الكلام خاصه مجال العقائد. يعني ابن تيميه رحمه الله استعمل ترسانه جيش ديال المصطلحات المنطقيه كثير من الامور. فنرجع الى ما نحن فيه، قلت اذن الوظيفه الان التي نحاول ان او المنهج الذي نحاول ان نشتغل به بحول الله عز وجل في بيان يعني القواعد والتعريفات الاصوليه ليس من اجل ان نحفظ الواجب هو ما يطلب فاعله او ما ورد الطلب عليه باسلوب الجزم او ما يمدح فاعله ويذم تاركه او يعاقب تاركه او كذا، فهمت؟ يعني هذه الامور فعلا هي مدرسيه هذه، ولكن المهم بعد ذلك يعني اعرف الواجب لاعمل به. اذا لم نربط الفهم بالعمل لن نصل الى شيء. ولذلك يعني اربط الفهم يعني التعريف، علاش كاين التعريف؟ التعريف باش نعرفوا يعني المصطلح شنو هو؟ الواجب المندوب كذا الى اخره. يعني فاذا عرفته فلما اعرفه من اجل ان اطبقه؟ فلا بد اذا ان يكون هذا التعريف، هذا اللي بغيت نوصل في الغايه والنتيجه وخلاصه الكلام، لا بد ان يكون التعريف مثمرا للعمل، هذه النتيجه، لا بد ان يكون التعريف مثمرا للعمل. لان الاحكام التكليفيه وغيرها بصفه عامه، يعني احكام الشريعه عموما، يعني الاحكام التي وردت احكام الاصوليه والاحكام الفقهيه، ما غايتها؟ تطبيق الشريعة مآلها التكليف. ولذلك علم أصول الفقه كله إنما هو علم متعلق بالأمور العملية وليس بالأمور النظرية، لا، غاية الأمور العملية، لأنه علم يتعلق بالفقه. أصول ماذا؟ أصول الفقه. والفقه ماذا نفقه؟ نفقه الأمور العملية، لأن الفقه لا يتعلق بالعقائد بالاصطلاح الدقيق كما بيناه، فهو يتعلق إذن بأعمال أو أفعال المكلفين التي ورد عليها خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين. فإذا الأصول ينظم العمل في نهاية المطاف، الأصول ينظم العمل، ولا تنظيم للعمل إلا بتنظيم الفهم.
لا تنظيم للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله، لا تنظيم للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله إلا بتنظيم الفهم عنهما. تفهم مزيان هذه ما قدرت تطبق مزيان. فهذه إذن التعريفات لابد أن نفهمها ماذا يراد منها، ثم ماذا يراد بها من الناحية العملية. ولذلك يعني حقيقة شيء لطيف جدا حينما نكتشف أن يعني سياق العلماء للأحكام التكليفية إنما هو في الأساس لتنظيم الفهم عن الله. يعني نفرقوا هل واجب هل مندوب هكذا هكذا، هذا مش كينضم العقل ديالنا في الشريعة. ولذلك راه في بداية هذه الدروس قلت كلاما لابد أن أعيده هنا في هذا السياق. لما تلقى شي واحد يفتي عنده غير واجب حرام واجب حرام واجب حرام، 99% في الفتوى ديالو فيها واجب حرام، أنا بالنسبة لي نشك في الفهم ديالو في الشريعة ولو كان من كان. أنا فين ما كاين شي في هذه الشريعة ما فيها شيء المندوب، عمره ما قال لنا مندوب لشي حاجة، كاين شيء المكروه كاين شيء المباح، أين الأحكام الباقية؟ فإذا وروده أو تركيزه على حكمين معناته أن عندهم مشكلا في ترتيب الفهم. فلذلك العلماء ليس عبثا أنهم قرروا الأحكام الخمسة ويقرروا الدراري من البداية ديال تعلم الشريعة أن الأحكام خمسة، ردوا البال أن الأحكام خمسة معناه خمسة معناه أن كتاب الله وسنة رسول الله وزعا على خمسة أحكام، واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. إذن عقلك أيها المسلم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله يجب أن يتوزع على هذه الخمسة، فحيثما وجدت أمرا ذلك الأمر يحتمل ثلاثة أو ثلاثة أمور أو ثلاثة احتمالات، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا وإما أن يكون مباحا. ولا حقل في أن تصرفه إلى المندوب أو إلى الإباحة أو حتى إلى الوجوب رغم أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن السياق والقواعد العلمية تقتضي ذلك. كما أنك حينما تجد نهيا يجب أن تدرك أن هذا النهي يدور بين احتمالين، إما أن يتعلق بمحرمين وإما أن يتعلق بمكروهين، وحتى إذا جعلته من المحرمين فاعلم أن في ذلك مراتب، وإذا جعلته واجبا فاعلم أن في ذلك مراتب، فلا بد من تحديد جميع هذه الأشياء، وهذا من دقة بمكان. يعني بالدقة زعما واحد الصنعة دقيقة، بحال يعني الخدمة ديال النجارة كاين اللي نجار وكاين اللي نقاش ديال النجارة. فلذلك إذن مع الأسف الشديد الذي يحصل أن أمر الفتوى هو من أمور الشريعة الدقيقة، ولكن غير الإنسان كي يخلط أنه لا يفهم ظواهر النصوص يتجرأ أشن كي يوقع له كي توهم أنه فهم، مع أن الأمر من دقة في المكان صعيب جدا حقيقة والله يلمحن. لأنه بعض الأحيان كي يبان لك ودي الحكم راه عنده علاقة بهذا النص، ولكن خصك توصل له. ما زلت أذكر واستمع أختم بهذا الأمر غير باش نبينوا يعني الخطورة ديال هذا الأمر، باش ما تكون فيه الزعامة على الفتوى بحال هذه الأمور بصفة عامة. نقلوا الفتوى ماشي مشكل، ماشي كلفت الإفتاء. واحد الخطرة ما زلت نتذكر في شي في في محاضرة في شي مكان في واحد المدينة، فواحد سولني على التدخين قال لي ما حكمه، وفي نهاية المحاضرة وأنا عييت. لو ودي هذا الحكم خصو الوقت سمح لي. واحد طلع له الزعاف من الحضور قال لي وصافي حرام ماش باقي انت باقي خصك تحلل فيه وتناق حرام حرام. انا شويه وترني قلت له طيب بين باش حرام وحل، لانه مشكل هي بالنسبه لي حتى انا كنقول حرام صحيح حتى، ولكن باش نقنعك اعطيني واحد الساعه ديال المكانه على الاقل ماشي سهل خص الخدمه. يعني غدير فتوى مغرزه ها النص الشرعي وطيب وها الحكم، ولكن العلاقه بين النص والحكم ما كايناش. اذا انت الاجتهاد هو هذا، اذا خصك تخدم تبني، لانه التدخين ما كانش في زمان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لا نص صافي، واذا حرمته فان تحرمه القياس. اذا مشينا للقياس كتجبد العله، اين العله؟ هذه العله فيها مشكل كبير. باش نعطيك يعني اشكالات، هو رانا قلت المبدا باش ما يتحبلوش الناس حنا كنبيع التدخين ما راه محرم، ولكن راه يعني اثبات عله تحريمه من الصعوبه بمكان.
دابا كاع اللي يجيك البرك انا نجيبه، يمكن تجيك الريحه خايبه ها واحد، يمكن يجيك انه ضرر، كاع الناس كيقولوا الضرر، يمكن يجيك اسراف تبذير، كل تلك العلل قابله للنقض بالشرع وبالعقل. الا قلت لي الضرر نقول لك حتى اللي كلا كيلو الشحمه راه ضرر، الشحمه ماشي حرام، الكوليسترول ضرر ولا ماشي ضرر؟ ماشي حرام. وهذا كيتسمى يعني العله غير المضطرده منكسره، ولا تكسرت لك ما بقاش عندك الحق تشرع بها، ما بقاش عندك الحق تشرع تبني عليه الحكم الشرعي. الا قلت لي الريحه خايبه نقول لك حتى الثوم الريحه خايبه، والنبي صلى الله عليه وسلم انما حرمه على الداخل للمسجد فقط، يقول لك كمي في دارك ولكن ما تجيناش للجامع، ها هو خرجوا لك من هذا الجيش. إذا ما تطيح مع يعني مالين صنعه غير دوزوا لك الى ما كيتقاش الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. وهكذا وهكذا. فلذلك يعني ما نتوهمش بانه راه سهل يحل لهم الطيبات ويحرم لهم الخبائث، هذا المبدا العام، ولكن خرج العله. فلهذا يعني الاقبال على تشريع الامور راه واخا كتكون باينه. علاش ضربت انا المثال ديال التدخين؟ لانه باين عند الناس، تحد ما قابله تحد ما يقبل يقول لك التدخين حلال. بلادنا على قرب المغرب الشرق كاين شي قوم كيبيعوا، ولا يعني ضربت المثال بواضح، راه واخا واضح صعيب، فما بالك بالنوازل الطارئه من الاشياء التي تربك الناس، توحل بنادم فعلا، ووحلوا فيها علماء معاصرون كبار من مثل ما بينا في بعض الامور التي تتعلق ببعض تفاصيل الزكاه وبعض في الامور الجديده التي وجب فيها زكاه من قبله. هذا كله ليخلق في او ليجعل في انفسنا نوعا من التورع عن المبادره والإقحام النفس في امور يعني لم نصل الى مستواها بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.